اللي حدث. يعني كان زمان في يقول لك الانديه الشعبيه، اهلي، زمالك، مصري، اتحاد، اسماعيلي اللي هم حالتنا دلوقتي، بس كان في منصوره، كان في طنطا، وكان في شرقيه، وكان في اسوان، وكان في وكان في وكان والمنيا وغيره. دلوقتي الشعار اصبح معاك فلوس هتعرف تعمل تيم، طبعا معاكش الكره هي عباره عن امكانيات ماديه. هل يظل الصراع بقى ولا خلاص بنرضخ للامر الواقع اللي موجود؟ بتشوف في انجلترا النهارده دول كبيره والشخصيات كبيره الراسماليه بتدخل تاخد انديه بتغير من شكلها، زي ما حصل مثلا مع المان سيتي وغيرها من الانديه الكبيره. بقى امر واقع بالنسبه لنا لابد ان نتعايش معاه. طبعا ده امر واقع لازم نتعايش معاه. يعني اكيد الكره في تطور جامد جدا بقى دلوقتي، يعني الاقتصاد بقى بيتجه بشكل كبير الى الرياضه، وخصوصا الصناعه، وبشكل كبير جدا للكوره. فاحنا دلوقتي واخدين الخط بتاع تطور الكره الموجوده في العالم دلوقتي. انت ورغم احنا متاخرين، لكن صحيح. انت بدات تشتغل بشكل احترافي كبير، وبشكل بقى في ثقافه الاداء الرياضي. الاداء الرياضي من غير فلوس ما يبقاش اداء، لازم في كل المجالات مش في الكوره بس، يعني كل الالعاب الرياضيه محتاجه قصه فلوس. ان الدوله تدعم انتهت؟ لا، الدوله دلوقتي ملهاش اي، يعني بالورقه والقلم ملهاش دور. ان دلوقتي حتى الفرق الكبيره الشعبيه زي الاهلي، الزمالك، المصري، الاسماعيلي، الاتحاد، غزل المحله، كل الفرق دي عندها الامكانيات. خلاص اصبح الشعار اخدم نفسك، اخدم نفسك بالظبط. بجانب بقى نفسك. بجانب ان انت دلوقتي طلعوا لك ثلاث فرق كبار. نعم. يعني ثلاث فرق، انا مش عايز اقول ان الفرق دي صغيره او لسه بدايه في الدوري، وما لهاش اي حجه ان انت تقول ان الفرقه دي هتبدا الدوري وتخش الجو بتاع الدوري وتتعود على ده. انت جايب احسن لعيبه في الدوري ومن افضل اللعيبه، الامكانيات الماديه خلت الشركات تجيب اللعيبه بشكل كويس، مدربين بشكل كويس جدا، اداره وتكوين مجالس اداره بشكل كويس جدا. يعني دي كلها نجاحات، والناس اللي عندها الخبره هتبتدي تشتغل، واللعيبه اللي عندها الخبره هتبقى ند الاهلي والزمالك، وحتى في الافكار، في البرامج اللي هيعملوها، في نعم. في التطور والرؤيه المستقبليه للفرق دي، انت طبعا هتلاقي التطور، وده هيبقى عائد جيد للمنتخبات. يعني هيبقى هو بس المشكله ان لازم الفرق زي ما هتهتم بالفرق الكبيره، كل الفرق الوسط او كل الشركات اللي وصلت ان هي تبقى موجوده في دوري العام، لازم تهتم بقطاعات الناشئين، لازم قطاعات الناشئين اللي هي هتدعمه بعد كده. انا مش هيفضل على طول يشتري. نعم. فمحتاج لقطاعات ناشئين بشكل كويس جدا، الناس تديره بشكل كويس جدا، العلم والثقافه هنا لازم يكونوا موجودين في قطاعات الناشئين، الناس اللي عندها خبرات لازم تكون موجوده في قطاعات الناشئين عشان تغذي هذه الفرق في المستقبل.